السلام عليكم، مع وصفة أم ويد على قناة سميرة تي في. وش راح ندلكم اليوم؟ راح نديرو مقارون بالبصل. هاد المقارون هادي أحيانا نحيرو فيها، يعني ماشي دايما نحبوها صوص طوماط، خطا على خطرة نحبو نوعو. اليوم راح نديرلكم صوص بيضة بالبصل، يعني تجي روعة. يعني يحبوا البصل راح تعجبهم بزاف هاد الوصفة. راح نستعمل هاد لي كود هادو الصغار هادوما. أول حاجة عندي هنا، عندي الماء راهو يغلي، بسم الله. اذا الماء تاع لي باست تاعي ما ندير فيهم ولا شيء، يعني ندير فيهم الملح فقط. اذا ندير فيهم الملح ونستعمل، ندير المقارون تاعي تغلي. حندير نصف كيس فقط، بسم الله. هنا نخليها حتى تغلي مليح ونعود نرجع لكم باش نكملوا الوصفه تاع نهار اليوم. المقارون اللي غليتها ها هي بعد ما صفيتها. واش راح نحتاج لاصوص تاعنا؟ راح نحتاج مغرف كبيره تاع لامارغارين ولا زبده، مغرف كبيره تاع الفرينه، ملح، فلفل اسود، بصله كبيره مقطع رقيق، وجبن طري، جبن ابيض، وشويه تاع الماء. نبدا مباشره بالطريقه. اذا ندير لا مارغارين ولا الزبده، وندير عليهم هذاك البصله، نديرها تحمص مليح. نحمصو مليح هذاك البصل في الزبده باش يعطينا بنه للمقارون تاعنا حتى يدبل لنا مليح. اذا هنا راه تحمر لي البصل، شوفوا كيفاش ولا لنا. هنا واش ندلو؟ ندلو هذيك المغرفه كبيره تاع الفرينه ونحمصها مليح في هذيك الزبده مع البصل باش ما نحسوش بالبنه تاع الفرينه خضراء، يعني نحمصها باش تجينا بنينه. ندلهم شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل اسود. اذا نخلط مليح، نحمص هذيك الفرينه يعني واحد الريحه يعني بنينه راهي تطلع. نزيد نحمصها، تحسي ان ولات لونها بني. ندلها شويه تاع الماء، نزيد حتى تحصلي على اون صوص، يعني حوالي نص كاس حتى الكاس الا ربع تاع الماء. بهذه الطريقه يعني كانه نوجدوا في لاصوص بيشاميل لكن نديروها بالبصل. نزيد شويه تاع الماء، يعني شوفي ديري الماء وشوفي هنا واش ندير. نزيد عليها داك الجبن الطري ونخليه يدوب مع الخليط. يعني معليش نخلوه هكذا، يعني ماشي دايب مليح. ونضيف عليه هذيك المقارون اللي كنت غليتها من قبل. ونخلط مليح، نعاود نسخنو هذيك المقارون لانه كي غليناها وصفيناها تكون بردت شويه. نزيدو نخلوها تزيد تشرب شويه مع هذا الخليط، يعني اللي يحبوا لي بات صوص بلونش راح تعجبهم هذه الوصفه. اذا هنا نزيد لها حوالي دقيقتين، نخلطها فوق النار، نحيها ونعاود نرجع لكم في طبق التقديم ان شاء الله. اذا المقارون بالبصل صوص بيضه ها هي امامنا، جربوها اكيد راح تعجبكم كتغيير فقط. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.